مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في مطبخ السيد. في مطبخ السيد زي ما عودناكم بنعمل حاجه تستعمل باكتر من طريقه، والحاجه اللي ممكن نعملها ممكن نستعيد عنها بفكره تانية. بمعنى ايه؟ هنعمل صلصه اللي ممكن تتحط على السلطه، وممكن الصلصه دي تستعمل كدب لفراخ هنقليها. هنعمل خلطه نتبل فيها الفراخ، ممكن الخلطه دي تتبل فيها فراخ باكتر من طريقه او لحمه، او الخلطه نفسها تكون صلصه. تعالوا مع بعض عشان ما نتلخبطش نتكلم الاول على التتبيله. بالنسبه للتتبيله هنستعمل زبادي، هنستعمل ثوم مفروم، ثوم مفري، فلفل اسود وملح، كركم، كمون، وكمان شويه شطه. حط معاهم جنزبيل، والجنزبيل بيكون طازه ومطحون. جنزبيل طازه مطحون، والثوم والفلفل والملح والكركم والكمون والشطه، دول بحطهم على الزبادي، وده هتكون اللي هي التتبيلة. لو انا عايز استعمل ديت كصلصة او كدريسنج لسلطة، ممكن اخفها بشوية عصير ليمون وشوية خل وكمان زيت. انا هحط عصير ليمون بس مش هحط كتير، هحط شوية صغيرين هنا، وكمان هحط شوية زيت صغيرين، وديت هتبقى التتبيله بتاعتي اللي هتبل فيها الفراخ. الفراخ اللي هتتبل هتكون صدور فراخ مخليه، وبتتقطع بالطريقه ديت لو انا هقليها. لو انا حبيت اخد التتبيله ديت واحط فراخ مصححه افردها واحطها في التتبيله ديت، ممكن اعملها على الشوايه، ممكن اشويها، تتبيله كويسه جدا للشوي. فاجي هنا ممكن اجيب السياخ، او ممكن اجيب اللي هو الروزماري اللي هو زعتر الجبل، بشيل منه الورق واخليه استعمله في حاجة تانية، والفراخ نفسها استعملها احطها هنا في قلب الجزء دوت اللي هو الخشب اللي هو زي السيخ. يا اما اجيب سيخ خشب وبحطه في مية علشان ما يتحرقش، وبعدين بستعمله في التتبيلة. هاجي هنا وبدهن الفراخ ديت او بتبلها، بسيبها تتنقع، بتبقى منقوعة عندي. وممكن اضيف على التتبيلة ديت شوية ماسترد او شوية كركم يدوها اللون الاصفر، فبالتالي انا عندي الاساس اللي ممكن ابني عليه. وبعدين بجيب هنا جوز الهند وبقسماط. الطعم اللي انا حاطه هنا كان طعم فيه حدوقه وفيه لازع شويه من الثوم، وكمان حطيت شويه شطه وحطيت عليهم شويه لو فاكرين الجنزبيل، ده بيدي طعم لازع شويه. فانا هحط هنا اكسره بشويه جوز الهند اللي انا حطيتهم على دي البقسماط. وبجيب الفراخ ديت بعد ما بتاكد انها اتغطست هنا او اتغطت تماما، بحطها هنا وبلفها وبحط عليها دي البقسماط دوت. فدوت هيكون شكلها. او لو حبيت زي ما قلت ممكن بزود شويه كركم عليها بيكون لونها كده، او حبه ماسترد. فاذا التتبيله الاساس هي اللي عندي، وبعد كده انا ببتدي اضيف عليها. حد يقول لي معقوله نحط جوزة الهند؟ ما تحطش جوزة الهند، اعمل لغايه لما انا وقفت عند البقسماط وكمل على كده. المهم ان احنا نبتدي نجرب. لو انا عملت الخلطه وحطيت شويه صغيرين عليهم جوزة الهند اجربها، عجبتني اكمل الباقي بجوزة الهند، ما عجبتنيش مش لازم اعملها. لكن حكايه ان احنا نفضل نقول معقوله ديت ومعقوله دوت ونتخيل الطعم، مش هنعمل حاجه خالص، وهنفضل ناكل تقريبا كل حاجه احنا متعودين عليها كل يوم، وبالتالي هتروح علينا فرص كتيره في اكل كتير طعمه حلو وكويس، ونفتكر في حاجات كتيره جدا من بعد ما كنا نقول ياه ما كنتش هصدق ان طعمها هيبقى حلو كده. فدي بالنسبه لتتبيله الفراخ. نيجي هنا اهوت هنقليها، فبكون حاططها في السياخ وهحطها هنا في زيت واسيبها تتقلي او تتحمر. وزي ما قلت انا ممكن ما احطش العجين اللي انا حطيته عليها اللي هو البقسماط مع جوز الهند، واسيبها وتبقى كفايه عليها جدا التتبيله واشويها. وبعد كده نعمل مع بعض الخلطه اللي هي هتكون الصلصه اللي احنا قلنا ممكن تتعمل بطريقه تانية، اللي هي ممكن تكون الصلصه دي التتبيله بدل اللي احنا عملناها دلوقتي. الصلصه عباره عن ثوم مبشور، لو عندنا ثوم بودره ممكن نستعمله، زعتر ناشف. وبالمناسبه في خطا كبير جدا احنا لما بنيجي نشتري الزعتر بنقول للراجل زعتر، في زعتر وفي اوريجانو، فما بنعوز اوريجانو ده نوع غير الزعتر خالص، فالزعتر هو زعتر. بحط دوت هنا اهوت الملح بحط الفلفل والثوم والزعتر، ونحط عليهم شويه عصير ليمون،
وهحط عليهم لبن رايب، اللبن الرايب. وبعمل الصلصه ديت بعملها قبلها بيوم، يعني انا ما بعملهاش في نفس اليوم، اعملها كده اهوت، اتبلها بشويه ملح واقلبها، وبسيب الصلصه ديت علشان تاخد الطعم بتاعها. لو حبيت ازود شطه ممكن ازود شطه، لو حبيت ازود كمون تبقى نوع تاني، لو حبيت ازود اي نوع من انواع البهارات، بقدونس بدل الزعتر بقت صلصه تانيه. اما بسيبها تقعد شويه، ده بيكون الشكل بتاعها، بتبقى سميكه شويه او غليظه شويه، فهحطها هنا مع الفراخ بعد ما بسيبها تقريبا يوم، ونجيب الطبق اللي هنقدم فيه، ونجيب الفراخ اللي احنا حمرناها او قليناها. نجيب الطبق هنا ونشوف شكل الفراخ ايه الاول. ده بيبقى الشكل بتاعها، لونها بيبقى ذهبي. طلعها على فوطه واتاكد ان اي زيت زياده بيتشال منها، وبعدين اجيب الطبق اللي هتقدم فيه وبرصها فيه، بحطها هنا اهوت. وده هيكون طبق البدايه اللي هي الفراخ. لو عايزين نقول بجوز الهند ما نقولش بجوز الهند، ندوقها الاول وبعدين لو عجبتنا اللوم ده كان فيها جوز الهند، لان في ناس كتير تقولك مش هاكلها، ودي تبقى طريقه جديده ان احنا كمان نحبب الاولاد الصغيرين في الاكل دوت اللي هم بيحبوه بالطريقه ديت، بس احنا بنرفض نعمله لان بنحس ان هو مش مفروض يتعمل او مش مناسب ان هو يتعمل. طبق بدايه سهل سريع، ممكن يتعمل باكتر من طريقه. هيتعمل معاه طبق رئيسي من موز اللحمه الضاني، وكمان هيكون معاهم شعريه. نشوفكم بعد لحظات ونكمل مع بعض ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم مره تانية. ابتدينا حلقتنا وعملنا مع بعض الطبق البدايه اللي هي كانت الفراخ المقليه، وممكن تقدم بارده بالمناسبه، لو حبينا نعملها قبلها ممكن نعملها ونقدمها بارده ومعاها الصلصه، وممكن الفراخ نفسها ما تتحطش في السياخ وتتقدم فوق سلطه لو حبينا نعمل كده ونزود من قيمه السلطه نفسها. اما الطبق الرئيسي هنعمل موز ضاني، والموزه بتبقى هي قطعه من الفخذ، جزء من الفخذ، وبعدين بيبقى نازل لغايه الركبه. الموزه بالظبط هي بتبقى من هنا اهوت، من عند الضلع هنا او من عند المفصل دوت لغايه فوق الركبه، لغايه فوق الركبه بيبقى ديت الموزه. فديت هنعملها ونعملها بطريقه مع صلصه طماطم، بس الاساس فيها هتكون صلصه حاميه جدا، فهنستعمل فيها شطه كتير. فهجيب هنا فلفل اسود اتبل بيه الموزه الاول، مش هحط تتبيله الفلفل الحامي دلوقتي علشان اما اجي احطها على النار ما تعملش دخان، ولو عندي هتلاقي الكل بيكح، ولو في اطفال طبعا هتعبهم اكتر. لكن انا هحط شويه فلفل اسود، هحط شويه من الاوريجانو اللي هو ورق الاوريجانو، ممكن استعمل زعتر لو حبيت، بس الاوريجانو حاجه والزعتر حاجه زي ما قلنا. وبعدين بعمل خلطه بهارات، خلطه البهارات بتاعتي بيكون كزبره وقرفه وكمون وملح وقرنفل مطحون وجوز الطيب. فهحط هنا جوز الطيب، وبعدين هحط الملح. اما بقيه البهارات الثانيه احط الملح هنا على الموزه او على الفخده لو حبينا نسميها فخده. اما بقيه البهارات الثانيه اللي هي كل دي مع بعض انا خلطتها مع بعض هنا اهوت، وهتبل بيها كده اهو، احطها هنا كخلطه وهحط جزء منها، والجزء الثاني هبقى احطه اثناء ما هي بتطبخ. تبل بقيتها هنا، وبعدين هتبل هاخد الباقي دوت واتبل بيه اثناء ما هي بتطبخ. هنعمل مع ديت طبق جانبي وهيكون من الشعريه. برضو هنقول ليه هنعمل شعريه؟ علشان كلنا متعودين نعمل حاجات، احط شويه زيت صغيرين مش كتير هنا اهو، وبعدين هنزل احط اللحمه ديت كده اهو. اتاكد انها لمست هنا واسيبها تتحمر. نرجع للطبق اللي هو الجانبي، هنعمل شعريه. والسبب ان انا هعمل شعريه ان احنا متعودين بنعمل رز، بنعمل كسكسي، بنعمل فريك، فعايزين ندخل حاجات تانية برضو من اللي موجود عندنا في المطبخ. والشعريه، الشعريه من الحاجات اللي هي ممكن تستعمل زي لسان العصفور، وهقدمها وهنعملها مع الفخده ديت بالزعفران. فهجيب هنا سمنه، هحط سمنه في قلب الحله اللي هسوي فيها، بحط كميه كافيه هنا. والسبب ان انا هحمر الشعريه الاول، نحط السمنه هنا اهوت، ومجرد ما تسيح
نعلي عليها ونعلي النار على الموزة. مجرد ما هتسيح هحمر فيها من الشعرية ديت، وبعدين التتبيلة بتاعتي هيبقى شوية حبهان صغيرين وشوية زعفران. حط الشعرية هنا اهو، لان عندك كمية كافية كده، وهقلبها واسيبها تتحمر مع الاستمرار في التقليب كل شوية علشان ما تتحرقش، بس انا عايز يبقى لونها بني. بعدين نرجع هنا للفخدة او الموزة، ده الشكل بتاعها زي ما احنا شايفين ابتدى يبقى لونه بني. اقلبها، وبعدين في نفس الخلطة ديت او في نفس الحلة دي هعمل الخلطة بتاعتها، وهتكون من شوية بصل. هحط البصل في الجناب هنا وهنا، ويبقى معاهم طماطم. كمية الطماطم اللي هستعملها هتكون كتيرة، هجيب الطماطم وهحطها برضو هنا في الجناب. هغطي الطماطم، كمية الطماطم كانت كمية كبيرة، وهحط معاها بقية التوابل. بقية التوابل هيكون ثوم مفروم، حطيت البصل وحطيت الثوم، وكمان هحط معاهم لو احنا فاكرين قلنا بقية البهارات. هبهر هنا ببقية البهارات اللي هي كانت الخرطة اللي هو كان عبارة عن كمون وقرنفل مطحون، وبعدين هزود هنا فلفل اسود، وهيكون اهم حاجة واخر حاجة الفلفل الحامي اللي هي اصلا الفخدة معمولة على اسمه. يعني انا قايل ان الفخدة دي هتكون فخدة بالفلفل الحامي الحراق اللي هو الشطة. هجيب هنا الشطة وبجروشها، تبقى مجروشة او فلفل مجروش زي ما احنا شايفينه، وابتدي احطه هنا. وعشان كده انا ما تبلتوش مع اللحمة لو فاكرين قلنا علشان ما يبقاش كمية شطة كبيرة. طبعا لو مش عايزينها بشطة ما نعملهاش بشطة، بس ديت معمولة للي بيحبوا الاكل بالشطة ويكون اكل حامي. اجيب الملح واتبلها بملح، هغطيها، ممكن احط شوية مرقة بس هسيبها تتكمر شوية، وبعدين ابقى ارجع لها ونكملها. بس نروح الاول ونشوف بالنسبة للشعرية. الشعرية هنشوف من تحت هنا ابتدت اللون اللي تحت يحمر، ومجرد ما هتبتدي تحمر كده هوت هضيف عليها شوية ملح. لو حبيت وعندي مرقة فراخ ممكن استعملها، لو مرقة لحمة ممكن استعملها. هضيف عليها شوية ملح نوت كان معايا في ايدي نو، نجيب الملح، وبعدين هحط شوية زعفران، وهحط معاهم شوية زعفران هنا، وهحط معاهم شوية حبهان مطحون، وهو دوت الطعم والنكهة اللي هيبقى مع اللحمة الضاني ديت. هقلب دول شوية، وبعدين اجيب المرقة واضيفها عليه، واسيبها تستوي زي فكرة الرز بالظبط. تبلها بشوية فلفل اسود، نسيبها حوالي 10 أو 15 دقيقة. في نفس الوقت هنرجع وتكون اللحمة تقريبا استوت. لو حبيت اكمل سوى اللحمة في البوتاجاز ممكن ادخلها الفرن، او ممكن اكمل سواها هنا على النار. فهسيبها تتكمل كده هوت، سيبها شوية تاخد حوالي نص ساعة، وبعد ما تستوي هنقدمها مع بعض. بنسيب الشعرية او اذا كنا نعمل لسان العصفور على النار قلنا لمدة 15 دقيقة، وبنستمر في التقليب. يعني بنحاول نفضل نقلبها علشان تبقى زي الرز متفلفلة. يعني الكمية اللي انا حطيتها دلوقتي بقت تقريبا 3 أضعاف، فبحط كمية مرقة كفاية وبفضل اقلب بعد ما بحمرها كويس، وبكون مقطعها لحتت صغيرة، فبالتالي هبقى سهل جدا عليا ان انا استعملها مع اللحمة الضاني ديت. هجيب الطبق اللي هقدمها فيه، وديت كانت متبلة لو احنا فاكرين، حطينا عليها الحبهان، وحطينا عليها شوية، حطينا ملح، وحطينا كمان لو حبينا بنحط الملح، وحطينا مرقة، والمرقة نفسها بتكون متبلة. ديت بتكون متقطعة قطع صغيرة، وبفضل اقلب، وعملتها في سمنة ما عملتهاش في زبدة، فبالتالي بتحمر اسرع. السمنة بيبقى فيها ما فيهاش مية، الزبدة بيبقى فيها مية،
فلو انا عايز اعملها اخليها تحمر وتاخد اللون اللي هو اللون الذهبي دوت، بحط عليها بعملها في شويه زبده، وممكن احط في الزبده زيت او في سمنه من غير ما احط اي ميه عليها او سائل عليها. اما بالنسبه للفخده الضاني، بعد ما سبتها حمرتها وحطيت عليها كل الخلطه بتاعتها اللي هي كانت طماطم، وقلنا الاساس في الخلطه او في الطعم اللي هو الفلفل الحامي، حطينا قرفه وقرنفل وحبهان، وكانت ديت ممكن تبقى تتبيله كمان لو حبيت لقطعه لحمه، مش لازم يكون لفخده كامله، ممكن اعملها بالطريقه ديت وحمرتها وبسيبها تستوي لغايه لما العظم نفسه بيظهر من اللحمه، ودي بتبقى جاهزه للتقديم، وممكن تتقدم مع خضار او تتقدم مع طبق سلطه. فانا هحط ديت على الشعريه اللي احنا عملناها، وهتكون هي ديت الطبق الرئيسي بتاعنا اللي ممكن اقطعها قطع، بس الاول نجيبها هنا ونحطها في الطبق اللي هنقدمها فيه. ممكن نوقفها هنا شويه، نحط شويه شعريه هنا، ونجيب القطعه الثانيه الناحيه الثانيه نعملها بنفس الطريقه، او نحطها فوقيها كده، ونغطيها بصلصه الطماطم. صلصه الطماطم ديت كان فيها تتبيله كتيره جدا، وزي ما قلنا الشطه الاساس، فانا لو حبيت اخد النكهه والطعم اللي انا حطيته في الصلصه دي واقدمها مع خضار بعد كده على الجنب، ممكن اعمل كده، او ممكن اعمل الشعريه، ممكن اعمل رز، ويبقى عندي اختيارات من النشويات. ونفس الصلصه انا ممكن اخليها على جنب واسلق فيها، اجيب كوسه واقطعها فيها، ممكن الباميه، ممكن احط فيها، طالما فيها الطعم نفسه فبالتالي هو ده اللي يهمني، مش مهم يكون فيها قطعه اللحمه نفسها. فهاجي في الطبق اللي انا هقدم فيه، ممكن اجيب قطعه جرجير، جرجير بيبقى حلو جدا مع اللحمه الضاني، هحط الجرجير، ودوت هيكون الطبق بتاعنا اللي هو الطبق الرئيسي اللي هو معمول من اللحمه الضاني. زي ما احنا شايفين الشعريه هتكون النشويات، اللحمه هي البروتين، ولو حبينا نعمل خضار ممكن في الحاله ديت الصلصه اللي عندي ديت اقطع فيها كوسه وتتشوح بسرعه، او احط فيها فاصوليا، او احط فيها باميه، ويبقى طاجن باميه لو حبيت من غير ما استعمل اللحمه. ده هيكون الطبق الرئيسي اللي هو اتعمل بعد طبق الفراخ اللي احنا قليناه سوا وابتدينا بيه. هناخد استراحة ونرجع، ولما نرجع ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة. الكيكة هتكون باوند كيك، اللي هي في ناس كتيرة بتسميها انجليش كيك، لكن هنقول ايه الفرق ما بين الباوند كيك والانجليش كيك لما نرجع ونشوفكم بعد الاستراحة دي. دلوقتي جه ميعادنا وهنعمل مع بعض الكيك اللي هو الحلو بتاع حلقتنا النهاردة. قبل ما نسيبكم قلنا نعمل الكيكة اللي هي اسمها باوند كيك، او الكيكة اللي هي مقاديرها كلها زي بعضيها. معظم الناس، في ناس بتسميها انجلش كيك، هي مش انجلش كيك. الانجلش كيك بيبقى كيكه فاكهه، فاكهه مجففه، بيبقى كريز وفاكهه مجففه، تين بيبقى منقوع وينقعوه تقريبا في ليكر معظم الوقت، وبعد كده بيحطوه في قلب الكيكه، بتبقى تقيله وبتتعمل في انجلترا ومعظم كمان الدول اللي كانت محتلاها في امريكا الجنوبيه زي الكاريبيان، بيعملوها في الافراح، اسمها انجلش كيك، او اللي هي بتبقى الفروت كيك. اما الباوند كيك هي اللي احنا نعملها النهارده، اللي برضو في ناس بتسميها انجلش، بس هي مختلفه زي ما احنا قلنا الاختلاف ايه. المقادير بتاعتنا هيكون 6 بيضات وست صفار بيضات وزبده وسكر ودقيق قد بعض، يعني البيض وكله قد بعض. لو احنا نمشي بالوزن بتبقى مختلفه عن ان احنا نمشي بالكميه. فاحنا هنا عندنا هنستعمل كوبايتين من الزبده، ولو حبينا نحط نص الزبده ونص مارجرين ممكن نعمل كده، اللي هي المارجرين، او النوع الثاني اللي هو دهن النباتي اللي هو الكريسكو ممكن نستعمله. ديت هسيبها تنعم شويه. لو عندي بيض وعندي زبده بتاكد ان انا بحط الزبده الاول وبعدين بحط عليها السكر، وبضرب السكر لغايه لما ينعم وينخفق ويبقى تبقى كريمي، تبقى سايبه فيها، يعني تبقى ديت زي الكريمه وكل السكر اللي انا حطيته داب جوه هنا اهوت. بعد كده هضيف عليها اللي هو 6 صفار بيضات و6 بياض. في الحاله ديت ايه الفرق بين اني احط صفار اكتر من البياض؟ انا لو حطيت في كيكه صفار اكتر من بياض معناه ان انا الكيكه ديت مش هتبقى هوائيه،
لان الهواء اللي بدخله بيكون من البياض اساسا. فتاكد هنا ديت بقت زي الكريمه، وبعد كده بضيف البيض اللي هو الصفار 6 والكيكه الكامله البياض 6 من يعني تقريبا بيكون نفس الوزن او نفس الكميه اللي انا حاططها من الزبده. حاطط كوبايتين زبده، حاطط كوبايتين سكر، قللت شويه من الدقيق، ممكن احط كوبايه ونص، ممكن احط كوبايتين بس هتبقى مكتومه شويه، والصفار فيها طبعا اكتر لان البياض مش هي دي الكيكه اللي انا عايزها تبقى واقيه. بعد ما بحطها هجيب شويه الفانيليا اللي هحطهم احطهم على الدقيق، وبعدين ابتدي اضيف الدقيق ده تدريجيا هنا على الخليط اللي انا عملته. بهدي طبعا سرعه الخلاط شويه علشان الدقيق ما يطيرش في كل حته، وبعدين ببتدي ازود السرعه لغايه لما بتندمج كلها. بجيب قالب، الكيكه دي بتتعمل في قالب ما بعملهاش مدوره. القالب بحط فيه شويه زبده، وبعدين بعد ما احط الزبده بحط الدقيق وافضل احركه لغايه لما كل حته فيه تتغطى، كل حته اتحط فيها دقيق توصلها كل حته فيها زبده يوصلها الدقيق. باجي برضو واي مره بستعمل خلاط بجيب معلقه بلاستيك واجي اتاكد ان كل المحتويات اللي انا حاططها مندمجه مع بعض، ما يبقاش في حاجه تحت وحاجه فوق، يعني الزبده لسه محطوطه تحت وبعدين الحاجه اللي تحت لسه ماسكه شويه دقيق في الجنب هنا، شويه بيض ما اتخلطوش، الزبده فاذا دي بتغير من الوصفه. يعني لو معلقتين زبده محطوطين في الجنب وشويه دقيق هنوت ما بقتش الوصفه اللي انا بعملها. فبعد ما بتاكد ان كل حاجه هنا اندمجت تماما هجيب السلطانيه اللي انا خلطت فيها كل حاجه ديت واحطها ممكن اجيب قشر ليمون لو انا عايز واقطعه رفيع، او قشر برتقان واقطعه ودي تبقى نكهه زياده. لو انا مش عايز احط فانيليا، لو انا عايز اعملها ويبقى شكلها زي الماربل اللي هو زي الرخام، ممكن جزء من الكيكه ديت بحطها، وبعدين بقيت الكيكه يعني بحط مثلا نصها، والنص الثاني احط عليه شويه كاكاو او شوكولاته سايحه واقلبها كده وبعدين احطها كده. هو ده اللي بيدي شكل الرخام في الكيكه. الكيكه ديت بحتاج ان انا اطلع الهواء منها، مش زي اي كيكه ثانيه، لان ديت عايزينها تبقى كيكه مكتومه، او هي ديت النوع بتاع الكيكه ديت. حطها في فرن 350 وهسيبها ل 45 دقيقه، وبعدين لما بتستوي بنجيبها ونحطها على سلك بحيث انها تبرد. ده بيكون الشكل بتاعها، وليها اكتر من طريقه للتقديم. ممكن اقطعها قطع كده واقدمها، او ممكن اقدمها بطريقه ثانيه باني احشيها فاكهه. فهاجي هنا واجيب سكينه صغيره وممكن افتح الكيكه من النص هنا، اشيل جزء منها من النص واستعمله في حاجه ثانيه، او اقطعه واقدمه، اشيل الجزء ده كده اهو واخليه هنا على جنب، وبعدين اجيب الطبق اللي هقدم فيه. وممكن اجيب اشوف ايه الفاكهه اللي موجوده في الموسم عندي. لو في كريز موجود بستعمل الكريز، بجيب الكريز وطبعا اشيل منه كل البذر. لو في فراوله ممكن استعمل فراوله، وبجيب كريمه لباني، كريمه لباني بخفقها اللي هي كريمه الحلواني، بحط شويه كريمه هنا اهوت على الكريز دوت وبقلبه، بخلطه هنا، وبعدين بحشي الكيكه ديت. سهله جدا، طريقه ظريفه، وزي ما قلت ممكن اقطع قطع الكيك ديت واحط معاها الكريز دوت. هجيب ديت واحطها في الطبق اللي اقدمها فيه، وممكن بالسكينه بقطعها بالنص هنا، وحتى ممكن ازود كميه الكريز اللي انا مجهزها ديت واحطها هنا في النص، واحط شويه هنا اهو بسهوله جدا. لو حد اصلا مش عايز يزوق كيكه شكلها ظريف وجديد مختلفه، واجيب شويه كريز من اللي هو لسه فيه العنقود بتاعه بحطه فوق ازوق بيه هنا. ولو حبيت ممكن احط شويه نعناع، لو انا عايز اجيب نعناع ممكن احط نعناع، او احط فص النعناع كده اهوت، وممكن اقطع قطع الكيكه ديت واقدمها. لو حبيت ما اعملش دوت ممكن بقطعها واخليها
تقدم مع الشاي، لكن انا شايف دي طريقه ظريفه. ممكن نستعيض عن الكريز بفراوله او اي نوع تاني، ممكن نحط عنب لو حبينا، او اي نوع فاكهه، او حتى الكومبوت اللي ممكن نجيبه معلب يتحط في قلب كيكه زي دي. فدي هتكون الباوند كيك، اللي هي لو عايزين تسموها انجلش كيك سموها، المهم جربوها واعملوها وان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله نشوفكم المره الجايه. والمره دي المره الجايه ليكم مني الف تحيه والف سلام. هم 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 للمام.